هنالك في صلاة الجماعة أربعة مستحبات الفقهاء يذكرونها. المستحب الأول إقامة الصفوف. إقامة الصفوف يعني أن لا يكون صف طويل وصف قصير، لا، الصفوف كلها تكون متساوية كأسنان المشط. هذا المستحب الأول، إقامة الصفوف. الشيء الثاني الذي يذكره الفقهاء اعتدال الصفوف، يعني صف يكون عدل، أن لا يكون أعوج. هذا الثاني. المستحب الثالث سد الفرج، يعني مو أنه الصف القبلي ما مكتمل واحد يجي في الصف اللي بعده، إذا أكو خلل أكو هنالك فراغ في صف واحد يملأ هذا الصف. إقامة الصفوف، اعتدال الصفوف، سد الفرج، المحاذاة، لاحظوا الدقة، بين المناكب، يعني حتى واحد منكب لا يكون متقدم على منكب الثاني أو متأخر عنه. الرواية المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله: سووا بين صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم، لا يستحوذ عليكم الشيطان، يعني لا يستولي عليكم الشيطان، يعني اللي يترك هذا كأنه استولى عليه الشيطان. صلاة الجماعة مظهر من مظاهر نظم الإسلام، نظام، نظام في كل شيء. الإنسان لازم يكون منظم في صلاته، في صيامه، في حجه، في جماعته. أما أنه صف ممتلئ وصف غير ممتلئ، وواحد ينادي بأعلى صوته، واحد قاعد، واحد كذا، هذا خلاف ما قرره الإسلام في صلاة الجماعة.